اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا.